شوف دلوقتي تقرير من المصرفات دي عن سد العالي، بس سد العالي مش الحضري، سد العالي اللي بناه عبد الناصر. بعد 11 عاما من البناء والعمل ومواجهة كافة العراقيل، انتهت مصر من بناء سد أسوان العالي ليكون حامياً لها من أخطار الفيضانات والجفاف، مساهماً في اتساع الرقعة الزراعية وتوليد الكهرباء. بدأت مصر في بناء السد عام 1960، وشارك في بنائه 400 خبيراً سوفيتي، وثبتت به آخر 12 مولداً كهربائياً في 1970، ليفتتحه الرئيس الراحل محمد أنور السادات رسمياً في مثل هذا اليوم بعام 1971، بعد شهور قليلة من وفاة الرئيس جمال عبد الناصر الذي وضع بنفسه حجر الأساس. يعتبر السد العالي من أكبر السدود في العالم، ويصل ارتفاعه إلى 111 متراً وطوله 3830 متراً، وسعة تخزينه الكلية والطاقة الإجمالية له 169 مليار متر مكعب. ويرتبط السد ببحيرة ناصر التي يبلغ طولها 500 كيلومتر ومتوسط عرضها 10 كيلومترات، وسعة التخزين بها 162 مليار متر مكعب. لم يكن بناء السد سهلاً، فقد واجهت مصر الكثير من العقبات في بنائه، بداية من رفض البنك الدولي لتمويل بنائه بسبب الضغوط التي وقعت عليه من إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى تأميم الرئيس عبد الناصر لقناة السويس، حتى جاءت مساعدة السوفيات ومساهمتهم في بناء هذا الإنجاز العظيم بأيادي وسواعد الشعب المصري الذي لم يكن هناك غيره يستطيع تحمل كل هذه الصعوبات وقفاً خلف بلده ورئيسه.